الناس بتاكل طول الوقت، لب سوداني، حمص، كراميل، شوكولاتة، بطاطا، عمالة تمدع باستمرار وتدخن على طول وتزعق وتصرخ وتشاوح بإيديه وتتخانق لأقل سبب، وعلى آخر الليل يبلبعهم شوية حبوب منومة ويتخمدهم يناموا. شيء مش طبيعي، مرسان، حياة مفتعلة، حياة معلبة. قطعا الناس دول مش عايشين، كل واحد مقفول على نفسه، متربس عليه بابه، مش عاوز يفتح لحد. أنانية مطلقة وفردية وعزلة داخلية وأوهام ووساوس وقلق وانتحار بطيء. كان نفسي أقول له ليه؟ ليه بتعمل في نفسك كده؟ الحياة لسه حلوة، قاعدة حلوة على النيل في النسمة الجميلة مع أهل المودة، حتة مزيكا، كتاب، لقمة مع أولادك، لحظة خشوع وسجود مع الله، تطرح فيها كل حاجة ورا ظهرك وتنسى كل شيء وانت بتقول الله أكبر، أكبر من كل التفاهات اللي انت عايش فيها واللي أنا عايش فيها واللي احنا عايشين فيها. المتع البريئة متاحة وموجودة في أي لحظة، وأحسن ألف مرة من اللذات الغليظة المهلكة والاستنزاف الممرض. كان نفسي أقول له قوم اتحرك، اعمل أي حاجة، قدم خدمة لأي حد، انجد مسكين، خد بإيد واحد أعمى وعدي بيه الشارع، وروح اسم المجاريح في أي مستشفى وقدم لهم بونبون، ازرع شجرة، اعمل أي شيء مفيد. لو نزلت للناس التعبانين واشتركت معاهم، قلقك هيغرق في قلقهم وعذابك هيغرق في عذابهم.